<applause> السلام عليكم الشباب شو اخباركم معكم زيو المقطع من مقطع محمد عليه الصلاه والسلام اوكي شباب اليوم جانا لكم بعرض كثير 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 نار فقبل المقطع شباب اذا كنت شايف قناه ماكس تشوف فعل اذن قديم اتمنى تحط لي لايك وتشاهد المقطع وبس خليكم مع العرض وبعد ما جانا لكم يا شباب ماكس فين هاي صوره اندي بتفوت عليها بعدها بتروح فيها هاي الهدايا بتجمع القسائم وبتجمع القسيمة الثانية كمان ما بعرف لأيش استخدامها هاي يمكن للصقع فمثل ما الشباب يا شباب البطاقة تبع شخصية اندي مقفولة طبعا كيف تفتحها آه خلينا نجمع اول شيء هدول آه تسوى المخزون اوكي كيف تفتحها بطاقة شخصية اندي يا شباب تحت عم يتم القاء قفل من كفاءة واحدة كل يوم خلال فترة الفعالية سجل دخول الى اللعبة للمطالبة بها يعني بيقصد من هذا الكلام يا شباب انه لازم تسجل كل يوم حتى ينفتح هذا القفل وتاخذ 60 قسيمة كل يوم كل يوم طبعا العرض يا شباب بدا 11 6 وبيخلص 16 6 طبعا نسيت ما اقول لكم يا شباب انه العرض على دولة سنغافورة راح تلاقوا رابط الفي بي ام بالوصف وبس لهون كنت سمعت الفيديو اليوم ان شاء الله راح يعجبكم اذا عجبكم كنت بحط لايك شير سبسكرايب مع تفعيل جرس انذار بس كان معكم محمد قناة زيا في امان الله